السلام عليكم لي زامي، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. الوغ اليوم غادي نمشيو نديرو جولة في كارفور، غادي نشوفو الجديد خصوصا بمناسبة فصل الصيف. تبارك الله جابوا الجديد، انتم شوفوا كاينين لي باراسول، كاينين الكراسا، كاينين الالعاب ديال الوليدات الصغار. صراحة جابوا الجديد، جابوا الهميزات، كاينين التخفيضات. ان شاء الله غادي نشارك معكم كاع داكشي اللي بان ليا انت مهم. شراكم عارفين كارفور ديال سيلا بارك ما شاء الله راه كبير، راه ما نقدرش نصوره لكم كامل، ولكن فيما بانت ليا شي ميزه، شي جديد، شي تخفيض، راه ضروري غنشاركو معكم. هنا فوالا، في كيف ما كتشوفوا كاينين هاد الالعاب ديال الوليدات الصغار، اللعاب. وهنا كاينين كلاسيرات ب 219 والصغار شويه ب 179 درهم. كاينه هادي صراحه واعره، تقدروا تحطوا فيها كالي بونبون، تحطوا فيها اي حاجه، كتعطي واحد الشغ موار في الطبلة، وثمن ديالها ديال اللي تخفيض 60 درهم، 1200. هنا كاينين هاد الكيسان ديال الكلاص ب 90، 29 درهم، يعني 600 ريال. واخدين بحال الشكل ديال الكورني، يعني ديال الكلاص، اون فوا تشوفوا الكيسان غادي تعرفوهم كلاص. وهنا بغيت نشارك معكم الجديد ديال الصنيدلات اللي عندهم. انا راه صورت لكم غير شويه، ولكن ما شاء الله راه عندهم لو شوا كتير بالنسبه للصنيدلات، ودايرين فيهم حتى التخفيضات. هنا بالنسبه لهاد القريعات ديال الزيت، انتم شوفوا كاين الصغير، المويل، الكبير، بحال ديما. هنا كاينين هادو زوينين ديال الكلاص اللي دايرين 18 درهم، 17.90. ثلاثة ب 18 درهم، يعني راه ثمن اللي جد مناسب. وصراحة هادي وقيتهم، راكم عارفين راه الكلاص هادي وقيتها ديالهم. وهنا راه دايرين واحد الغيون خاص بهكا العواصر، جابوا حتى اكواريوس. صراحة هاد اكواريوس تعجبني خصوصا في الصيف، منعشة، يعني ما وفي نفس الوقت لوجود العصير، صراحة زوينة. وجورجينا ريد بول، المهم دايرين واحد الصف عامر غير بيهم. هنا كاينين لي فاليز، راكم عارفين فصل الصيف الناس ما كاين غير سفر سفر سفر. فوالا، راه كاينين الكبار، كاينين الميان، الصغار، اللوينات، ما شاء الله عندهم لو شوا. هنا حويجات الصيف، لي مايو، لي كاش مايو، لي صندال، المهم تبارك الله كاين الجديد. يعني انتم شوفوا هنا لي شورت ديال الداري ولا الرجال، زوينين. كاينين لي سامبل واللوينات زوينين، اللوينات يعني اللي صيفيه، كاينين هكا اللي فيهم لي موتيف سامبل حتى هما. بالنسبه لهادو لي سامبل دايرين 70 درهم، صراحه ثمن اللي مناسب. ها هما، شوفوا الزرق فرونسي، الزرق كليغ، لورونج، وهادو اللي فيهم شويه هاد الموتيف 91 درهم. فوالا، صراحه اثمنه اللي جد مناسبه. راكم عارفين اللي شورت خصوصا في هذا الوقت راه 100 درهم الفوق، 100 درهم هي القليله اللي غتلقاها. ديجا درت الدوره في ال سي واكيكي وفي البوتيكات الاخرين، راه 100 درهم الفوق اللي كاينه. فوالا، هنا كاينين لي كاسكيت زوينين، ديجا كنت خديت عندهم وحده في الصفر ولا الموطارد. زوينين صراحه، زوينين، والثمن ديالهم انا كيجيني انه جد مناسب. هادو اللي معلقين دايرين 63، ولكن كنصحكم سيروا الوسط ديال كارفور، راه كاينين بحالهم باللوينات، لوينات مختلفين، غير ب 55 درهم. يعني بالنسبه للناس اللي بغاو ياخذوا لي كاسكيت، يمشيو لذاك الوسط ديال المرجان، راه دايرينهم فواحد السليله غير ب 55 درهم. فوالا، هنا لي مايو، كاينين لي ساك، هاد لي ساك حتى هما كيجيو زوينين هكا في الصيف، شفتوا لا بلاج ولا اي حاجه، بلا ما تكرفصوا السكان ديالكم العاديين ديال الخدمه والخريج وكل شيء. فوالا، وهنا لي صندا، شوفوا اللوينات كي دايرين، وحتى الاثمنه صراحه جاوني جد مناسبين، يعني 600 ريال 30 درهم، 27 درهم، 28 درهم، هذا ثمن جد مناسب بالنسبه لي صندال. هنا حاولوا انهم يديروا هكا اللوينات ديال الصيف، لي موتيف ديال الصيف، هانتوما شوفوا الصفر، الليموني، الغوز، الاخضر، صراحه زويونين. وهنا فوالا، كاينين ديال الرجال، كاينين تاع الوليدات الصغار، يعني تبارك الله كاين لو شوا كيف ما قلت لكم. هنا كاينين الفوطات 169 درهم، راه كاين فيهم اختيار كثير، كاين فيهم اللوينات، كاينين هادو دايرين 89 درهم، 90 درهم بلوتو. فوالا، هادو ما عجبونيش بزاف، جاوني شويه غلاض، احسن الاخرين ديال 176 درهم. انتوما شوفوا هادو، انا شخصيا ما عجبونيش بزاف، ما جاونيش ديال البحر. هادو داك المصلوح واعر، كنقلب عليه بغيت نشريه،
مازال ما لقيت شي حاجه اللي تكون زوينه. هادو في بلاصه ما تحطوا لا شوميز ديالكم ولا اي حاجه وتبقاو تصلحوا هذا، كتعلقوا مثلا لا شوميز ولا الجلابه ولا علقوها وكتدوزوا عليها هذا المصلوح. صراحه انا جاني براتيك، بلا ما تخافوا الحاجه تحرق، بلا ما تخافوا، صراحه انا جاني زوين. كنقلب عليه ديجا صاحبتي خداتو في بيم زوين. انا مشيت صراحه لبيم ما لقيتوش، قلت نقلب هكا في لي غوند سيرفاس، لقيت حاجه اخرى ما احسن شي مارك اللي معروفه. سينو نقدر نمشي نشوف عند السيده اللي كتبيع الحوايج ديال بيم، ام نور كتقدا عندها صاحبتي بزاف. المهم الا جاب الله بان لون ليكم في شي بلاصه اخرى باثمنه جد مناسبه قولوا عليا باش نمشي ناخذهم. وهنا كاينين فيهم لي شامبوان دايرين فيهم تخفيضات، كاينين شامبوان العادي، كاين سون سولفات، هما هادو اللي دايرين لهم 99 درهم شامبوان مع دي ميلور ديالو. هنا عاوتاني واحد الغيون خاص عامر هنايا غير بهذا الشيء ديال المملحات بشيبس، صراحه زوين. فوالا 21 درهم، هادو حتى هما زوينين 29 درهم. المهم تبارك الله كاين لو شوا، ها شيبس جميع انواع شيبس ها المثلث ها الطويل ها ديال الملحاد الفرماج ديال الثومه. المهم كاين لو شوا ما شاء الله. هنا كاينين هادو ديال العمان، فوالا كل حاجه الشكل ديالها كيداير والثمن ديالها كيداير 99 درهم 55. المهم على حسب نتوما واشنو يعجبكم. هنا بغيت نشارك معكم هادو، ولكن هادو ديال هاد المره صراحه ما عجبونيش بزاف، رقاق بزاف هادو. نورمالمون مول في لي كون سيرفاس كيدير واحد السليله بحال هكا، ولكن كيكونوا فيهم لا كاليتي ديالهم زوينه وبثمن اللي جد مناسب. هادو صراحه انا ما عجبونيش بزاف، ولكن يقدر شي واحد فيكم يعجبو. جاوني انا رقاق. هنا كاينين هادو ب 30 درهم، فوالا هادو ديما مؤخرا وليت كنلقاهم في كارفور. شوفوا هنا هاد لي زيسبادغي واعرين، شوفوا هادي لا كولور زوينه 239 درهم، صراحه ثمن جد مناسب 249 درهم. اللوينات واعره وانتويه. هنا فوالا لي كاسكيت اللي قلت لكم قويله، شفتوا راه بحال هذيك اللي هذوك اللي لقينا في الدخله بكذا و60 درهم. فوالا انتوما شوف كاين الاحمر حتى هو راه هادو كيجي واعرين في اللبسه. كاين النوار، اشنو كاين اخر هنا، كاين هاد البلون كاسي زوينين. كاين هاد القهوي عجبني، كنقول نديه ما نديش نديه ما نديش صافي قلت بلاش. زويون هاد القهوي شو خطير، غادي واعر في اللبسه. المهم راه كاينين اللوينات كتر. هنا كاينين هاد السليلات، هادي ب 39 درهم فاصله 90 يعني 40 درهم. وهاد الكبيره ديال فين كنحطوا الحوايج هي دايرين لها 62 درهم فاصله 90 فبلاص 99 درهم. فوالا هنايا كاينين هاد الطابيات ولا زوينين، كاينين وحدين ب 44 درهم هما هادو، وكاينين وحدين اخرين ملونين اللي لهم شي كدا 60 درهم واقيلا. هنا كاينين هاد لي ساكادو، هاد لي ساك اون جينيرال زوينين. هنا فوالا بغيت نشارك معكم هادو، يقدر ينفعكم في اي حاجه، الثمن 15 درهم يعني ثمن اللي مناسب. وفيهم هاد جوج لوينات لي غري فونسي ولاخر جبونسوش لي غري كلير، وكاين هذاك الاخر اللون الثالث، ثلاثه اللوينات اللي فيهم. هنا هادو يا البنات واعرين، شتي هادو بالنسبه للناس اللي كيديروا لي بيكنيك ما تسقلوهمش 59 درهم، نقولوا 60 درهم 1200، فيهم 6 طباصل 6 الكيسان 6 لي فورشيت، وبعض المرات كيكونوا معاهم حتى 6 ديال ما عرفت شي حاجه اخرى، واش المعارق 6 المعارق واعرين. وب 60 درهم صراحه راه رخاص، ديجا حنا عندنا شي وحدين من زمان وهما عندنا، كنديوهم للبحر نديوهم لي بيكنيك، صراحه بخاتيك. الله ما هكا شي حاجه ديال البلاستيك ولا شي حاجه دجاج تقدر تهرس تقدر تكرج تقدر، صراحه هادو البنات غير ديوهم بعينيكم مغمضين. وتا الثمن ديالهم راه ثمن جد مناسب، غير ردوا البال راه كاينين شي وحدين تيكونوا فيهم 6 من الحاجه، وغتلقاو شي وحدين غتلقاو فيهم غير 4 وراه نفس الثمن. دونك الا بغيتو تاخدوهم ردوا البال لهذوك اللي فيهم 6 من الحاجه. وراه دايرين 60 درهم. هنا كاين واحد الجناح اللي فيه هكا العواصر، فيه لي كرواسون، فيه الماكله ما شاء الله، غير كتجيو لهاد الجهه
كتشهاو تاخدو كلشي ولا تبغيو تجلسو تبقاو تاكلو. صراحة عندهم داكشي زويون. وهادو الماكينات ديال الحوايج. المهم كنتمنى ان الجولة ديال اليوم في كارفور تكون نالت الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا واكتشفتوا معايا بحال ديما الجديد والتخفيضات والميزات اللي كاينين. كيف ما كنقول لكم ديما اي تساؤل اي ملاحظة خليوها لي في لي كومونتير، ان شاء الله غادي نجاوبكم. وما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو مع اصحابكم واخوتكم باش حتى هما يستافدوا من الجديد. ان شاء الله راه كنحاول انني يوميا نشارك معكم الجديد اللي غينفعكم، كنشارك معكم الهميزات خرجت، يعني اي فيديو حطيته ضروري ما غادي تلقاو فيه شي حاجه اللي غادي تعجبكم. دونك نقول لكم بسلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.